يتابع مجلس النواب بقلق بالغ ما يحدث في مدينتي طرابلس وبنغازي خاصة، وفي عدد من مناطق البلاد بشكل عام، من أعمال إرهابية وحرب حقيقية تشن ضد مواطنينا وضد مرافق الدولة ومؤسساتها وبنيتها التحتية. ولقد حرص المجلس منذ انطلاق أعماله في مدينة طبرق المجاهدة على البحث عن أي سبل قد تكون ممكنة لوضع حد لتلك الحرب، ولكن محاولاته قوبلت من ذلك الطرف الذي يشن الحرب ويمارس أعمال الإرهاب ضد مواطنينا بالاستهانة والتجاهل التام، وربما اعتبرها علامة من علامات الضعف والعجز عن الفعل. وإننا إذ نتابع ما يصدر عن رؤوس وقادة ما يعرف بعملية فجر ليبيا ومجلس شورى ثوار بنغازي، من تصريحات لا تعترف فيها بمجلس النواب باعتباره المؤسسة الشرعية التي تمثل إرادة الشعب الليبي، بل تتمادى إلى الحديث عن انقلاب فعلي على الشرعية ومؤسساتها، وتحض على مواصلة الحرب الإرهابية على أهلنا ومدننا. نعلن ما يلي: أولا، الإدانة المطلقة التامة لأعمال الحرب والإرهاب التي تشنها الجماعات المهاجمة لمدينة طرابلس والجماعات المحاربة في مدينة بنغازي، والتأكيد على أن المجلس سوف يسعى بكل ما بوسعه من جهد وإمكانات لإنهاء هذه الحرب بأسرع وقت ممكن. ثانيا، اعتبار هذه الجماعات التي تتحرك تحت مسمى فجر ليبيا وأنصار الشريعة جماعات إرهابية خارجة عن القانون ومحاربة لشرعية الدولة، ومن ثم فهي هدف مشروع لقوات الجيش الوطني الليبي، نؤيده بكل قوة لمواصلة حربها حتى إجبارها على إنهاء أعمال القتال وتسليم أسلحتها. ثالثا، التأكيد على أن الحرب الدائرة الآن هي حرب بين الدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية، يقودها أبناؤنا من جنود وضباط الجيش ضد جماعات إرهابية خارجة عن القانون والشرعية، وأن المجلس سوف يدعم قوات الجيش الوطني بكل ما يلزمها لحسم هذه الحرب ووضع حد لها. عاشت ليبيا حرة أبية آمنة. صدر في طبرق السبت الموافق 23/8/2014.